للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الخبير في شؤون القدس دكتور جمال عمرو. مرحبا بك دكتور جمال. الأنباء تتحدث عن إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لإقرار قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية. ما هو تعليقك على ذلك؟ حياكم الله أخي الكريم والمشاهدين الكرام. التعليق على ذلك واضح وواضح جدا، يعني ويعرفه العالم أجمع. إذا أراد العالم العدالة فإن ما يريد نتنياهو أن يسوقه إعلاميا على العالم هو فعليا يقوم به في الميدان. فنتنياهو يداه وقدماه وجسده وجنوده وكل حكوماته ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني بالكامل من رأسه حتى أخمص قدميه. عفوا، حكومة الاحتلال ومن قبلها عصابات الاحتلال، الهجانا والشتين والأستل والأرجون، كانوا قد نفذوا 178 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وبالرصاص الحي وبالطائرات وبالمدفعية وبكل وسائل القتل، حتى ونفذوا ضد الشعوب العربية من مدرسة بحر البقر حتى الطائرة الليبية وصولا إلى قانا في لبنان وتل الزعتر، وكما شاهدتم في صبرا وشتيلا وكل شيء. إذن هؤلاء أصلا أيديهم ملطخة بالدماء، وهم الآن يعني بعدما كانت المجازر جماعية والقتل الفردي وأيضا ما تشاهدونه في قطاع غزة من طائرات تدمر المنازل وتدمر المساجد والكنائس وتدمر الشعب الفلسطيني، وأيضا عمليات القتل المباشر مع وجود فتوى من الحاخامين، فتوى صريحة وواضحة، الفدائي يقتل مباشرة في الميدان، وتقوم قوات الاحتلال بإعدامه وأحيانا يكون جريحا ويبقى كيف ساعتين يمكن ينزل. كيف يستقيم دكتور جمال، كيف يستقيم لكيان ألغى عقوبة الإعدام عام 1954 أن يعود مرة أخرى لتنفيذ هذه العقوبة في ظل دعوات أممية لإلغائها؟ يستقيم الأمر من حيث أنه يريد أن يقول للعالم نحن ألغينا، ويذكر العالم بأننا ألغينا عقوبة الإعدام ومع ذلك نعدم الشعب الفلسطيني. أما الآن فنريد يعني غطاء تشريعي بأننا عندما بدأ العالم يستفيق، ومثل فضائياتكم العظيمة والإعلام الحر بدأ ينقل أن الجريح يبقى ينزف ولا يستطيع الهلال الأحمر الفلسطيني الوصول إليه عن بعد 10 أمتار، ينزف ساعتين كاملتين ثم يستشهد هذا الجريح، يريد نتنياهو أن يقول لا، إحنا عندنا قانون إعدام. يعني يريد أن يلقي غطاء تشريعيا على عملية الإعدام التي تتم فعلا، لكن هو فعليا منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين منذ 70 عاما وعمليات الإعدام مباشرة وميدانية بدون توقف ولا خجل ولا وجل. الإعدام هو سيد الموقف لدى الاحتلال، الاحتلال يعدم، لكن الآن بدأت هناك مساءلات، كيف تقومون بذلك وتقتلون الإنسان لمجرد الشبهة؟ يعني أي حركة بسيطة باليد بالجسد فإن الرصاص يعني ينطلق مباشرة وينهمر على الشخص الفلسطيني. إذن هم بهذا الشكل يريدون غطاء تشريعيا، ويستقيم لهم الأمر بهذا الشكل باعتبار أن هناك فتوى مسبقة بعملية الإعدام. مع وجود الفتوى ووجود الغطاء التشريعي أيضا، يعني القانون في قراءته الأولى دكتور تم تمريره، إلى أي مدى ترى أن القراءة الثانية أيضا سيتم التصويت على هذا القانون وأيضا يتم تمريره؟ مع ذلك ربما إن حصل فعلا، يعني إلى أي مدى ترى، وأنتم متخصصون في شؤون القدس، إلى أي مدى ترى أن مزاج الشارع في الكيان الصهيوني هو راض عن هذا القانون؟ لا أرى على الإطلاق بأن الاحتلال بحاجة للقانون، ولا أرى أنهم سيمررونه، بل بالعكس أنا متأكد أنهم مثل الأذان تماما، والأذان جهز الفلسطينيون ألف السماعات حتى يكونوا مؤذنين عن أسطح منازلهم بدلا من الأذان الذي سيمنع، وبالتالي الاحتلال توقف عند هذا الحد واعتبر توقفه مكرمة يعني يتحدث بها لبعض الحكام والأنظمة العربية التي يزورها في عواصمها. الآن هو سيتوقف في اللحظة الأخيرة عن القراءة الثانية والإقرار المطلق لهذا القرار، وبالتالي سيبقي الهامش مفتوحا أمام جنوده للإعدام في الميدان. والقول في ذات الوقت أنه كان بإمكاننا إصدار تشريع للإعدام ولكننا لم نصدر، وبالتالي هذا مكرمة للعواصم العربية والحكام والأمراء والملوك العرب، وعندها سيبقى هو دولة واحدة للديمقراطية في الشرق الأوسط،
وهو الذي لم يقر قانون الإعدام ولا وسائل استخدام المنشار في قطع يعني المعارضين، وبالتالي سيبقى هو الذي يداه مغسولة وغير ملطخة بالدماء. هذا احتلال كله ملطخ بالدماء. وإذا أردنا أن نطبق القانون العدالة الربانية والسماوية والأرضية التي تقول العين بالعين والسن بالسن والبعد أظلم، طيب إلى أي مدى أن يعدم الاحتلال؟ يعني هذا القانون، يعني إلى أي مدى ترى أن فيه ربما صبغة انتخابية؟ ربما أراد نتنياهو أن يكسب شعبية في ظل دعاوى الفساد التي تلاحقه هو وزوجته. هذا هو مربط الفرس تماما، وما تفضلت به هو عين الصواب 100%. أنت تلاحظ كلما حصلت هناك هزة تحت أقدام نتنياهو وعشيقته سارة، فإنه يلجأ إلى مثل هذه الخزعبلات، وهو يلجأ لعنصر الإثارة، وهو يعلم أنه يقوم بالإعدام وأنه لا داعي لفضيحة يعني مقننة بالقانون، ويستمر وكأنه يعني لم يقم بشيء، إنما أثار واستجلب أصوات جديدة بدغدغة عواطف اليمين المتطرف الداعشي الذي يحكم الدولة هذه الأيام. فأمام هذه المعطيات نحن واثقون أن المسألة هي مسألة انتخابية فعلا، وأنه يريد المزيد تحقيق المزيد من المكاسب، لكن في نهاية المطاف واحدة من المكاسب أنه لم يقر قانون الإعدام وأنه استمر به فعليا في الميدان، وهكذا يكون حقق المراد، وهذا يعني وهذا هو نهاية المطاف. نعم، يعني يبقى السؤال الأخير، يعني ما حاجة الاحتلال لعقوبة الإعدام يعني في ضوء الماكينة الإعلامية الصهيونية تعمل بهذا الاتجاه الآن في هذا التوقيت؟ لماذا في هذا التوقيت تحديدا تم تسليط الضوء على موضوع القانون؟ يعني الاحتلال أصيب بخيبة وصدمة من الانتخابات الأخيرة في القدس، ولم يشارك الفلسطينيون فيها بعد 50 عام من احتلال الشطر الشرقي من القدس، 70 عام من احتلال الشطر الغربي سابقا، وبالتالي هو يتلقى لطمة تلو الأخرى، وهو يرى بأنه لم يحقق تركيع ولا رفع الراية البيضاء على الإطلاق لدى الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب في الضفة الغربية بدأ ينتفض، وعلى غرار غزة وعلى غرار وعلى عكس ما يتحدث به بعض الإعلام الفلسطيني الذي يقول بأن الأحداث فقط في غزة المنفصلة والانقلابية إلى آخره. هذا الكذب الهراء، لكن لم يركع الشعب الفلسطيني ولم يتوقف عن المطالبة بحق العودة ولا عن ثوابته، ولم تنجح أوسلو وفشلت أوسلو، وهو يشعر بأن الأمور تفلت من قبضته تماما، وأن هذا الشعب بقي عظيما شامخا صامدا في الأقصى وكل أرجاء فلسطين، ولذلك يرى أنه يجب أن يوجه لهم إنذار أخير وخط أحمر وهي عقوبة الإعدام. ولكن الشعب الفلسطيني يفهم هذه المعادلة، أن الاحتلال أصلا يقوم بالإعدام، وهو في المقابل الاحتلال إذا طبق العدالة فإن أول شيء يتم إعدامه هو يعني من باب العدالة، السن بالسن والعين بالعين، هو إعدام الاحتلال الذي يقوم بالجرائم ويفلت من العقاب. وبالتالي الاحتلال يريد توجيه إنذار أخير للشعب الفلسطيني بأننا إن كنا نقتل فهذا لا يعتبر قتل، سوف ترون القتل إذا قررنا يعني حق الإعدام للجنود أو للحكومة أو للقضاء الشرعي الصهيوني المشرعا يعني قصدي، وبالتالي عندئذ سترون النتيجة. عبر سكايب من القدس الخبيرة في الشؤون القدس الدكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لك.